وفي العسل العشر سواء أخذه من موات أو ملكه إذا بلغ 160 رطلا عراقية. ومن استخرج من معدن نصابا ففيه ربع العشر في الحال. وفي الركاز الخمس مطلقا وهو ما وجد من دفن الجاهلية. من دفن بكسر الداء، من دفن الجاهلية. وفي العسل العشر سواء أخذ من موات، يعني من أراضي غير مملوكة أو مملوكة، من أراضي مملوكة، مقصود النحل الذي لا يملكه صاحب الأرض، يعني أتى نحل واجتمع في شجرة في أرض مملوكة، هذا النحل لم يأتي به صاحب الأرض وإنما اجتمع من الله عز وجل، فإذا الذي يقبضه ويأخذ هذا العسل ها يجب فيه الزكاة إذا بلغ 160 رطلا عراقية. والآن نريد أن نحولها إلى كيلوات، ماذا نصنع؟ أولا الرطل يساوي كم؟ 90 مثقال، نضربه في كم؟ 4.25. اليوم رياضيات درس حتى بيجيك النقدين أيضا. طيب 4 فاصلة كم؟ كم الناتج يكون؟ اللي عندهم جوالات 90 ضرب 4.25 كم يساوي عندكم؟ كم؟ أحسنت، ونصف 382.5 غرام، 382.5. وحينئذ نضربها في كم؟ لا وين؟ احنا الآن حولنا الرطل إلى غرامات فقط، نضربها الآن في 160، نضربها في 160، كم الناتج عندكم؟ يلا اللي عنده جوالات. أحسنت، و200، 61,200، نقسمها على 1000 يكون ناتج 61.2 كيلو. هذا هو نصاب إيش؟ العسل بالكيلو غرامات. إذا حصل عندك عسل بلغ 61.2 كيلو حينئذ يجب عليك أن تزكيه، وإذا كان أقل من ذلك فلا يجب عليك، وإن كان أكثر من ذلك يجب عليك من باب أولى. هذا الواجب فيه العشر، يعني نقسمه على كم؟ يعني 1000 كيلو من العسل نقسمه على 10، كم الناتج يكون؟ 100 كيلو. 100 كيلو. قالوا من استخرج من معدن بكسر الدال، والمعدن هو كل متولد من الأرض من غير جنسها وليس نباتا، هو كل متولد من الأرض من غير جنسها وليس نباتا نصابا. ومن استخرج من معدن نصابا ففيه ربع العشر في الحال، ففيه ربع العشر في الحال. هذا الآن الرقم الرابع، الآن ربع العشر، مر علينا العشر ونصفه ثلاثة أرباعه، الآن العشر وهو مشهور الآن، لأن الزكوات كلها على إيش؟ على ربع العشر، الأموال النقدية الآن على ربع العشر تقسم. طيب كيف نعرف ربع العشر؟ نقسمه على كم؟ سهل نقسمه على 40. صحيح، هذه سهلة جدا. يعني إذا كان عندك مثلا تصعيك أحد تجي قال عندي 1,000,000 مثلا، كم زكاته؟ نقسمه على 40، والناتج هو الذي يجب إخراجه. 1,000,000 كم يعني على 40؟ إيش؟ 25,000 ولا 250,000؟ 25 250,000. صرنا أزيد من الرافضة، الرافضة الخمس عندهم، 1,000,000 فيها 200,000. طيب ربع العشر، ففيه ربع العشر في الحال. لكن هنا طبعا بالنسبة للمعدن نقول إن كان معدن من الذهب والفضة ففيه ربع عشر عينه، إن كان المعدن مستخرج من الأرض ذهبا وفضة فيجب أن تخرج ربع عشر عينه، وإن كان من غير الذهب والفضة كالنحاس والرصاص والحديد ففيه ربع عشر قيمته، ففيه ربع عشر قيمته. لا يجوز أن تأتي من الحديد بربع عشر عينه وتعطيه الفقير قطعة حديد، ماذا يفعل بها؟
إذن ففيه ربع العشر في الحال. هنا نقول ينقسم معدن إلى قسمين. القسم الأول أن يكون ذهبا وفضة، ففي هذه الحالة يجب ربع عشر عينه. وأما إن كان من غير الذهب والفضة ففيه ربع العشر قيمته. طيب كيف نعرف غير الذهب والفضة؟ كيف نعرف أنه وصل نصابا؟ نقومه بماذا؟ بقيمة نصاب الذهب أو الفضة الأحظ الفقراء. وما هو الأحظ الفقراء؟ الأحظ الفقراء الآن التقويم بفضة، هذا من قرون من قرون. الأحظ الفقراء هو التقويم بالفضة. فإذا بلغ نصابا بقيمة الفضة حينئذ نقومه ونقسمه، نقسم قيمته على 40 ثم نخرج. إذا كان مثلا قيمته 40,000 نقسمه على 40 نخرج 1,000 واحدة. ربع إيش؟ العشر. العشر كم للأربعين؟ 4,000. وربعه ربع الأربعة آلاف 1,000. ما شاء الله جيدين في الرياضيات. وفي الركاز الخمس مطلقا، الركاز يجب فيه الخمس مطلقا سواء كان قليلا أو كثيرا، نقدا أو عرضا أو أي مادة في الركاز فإنه يجب فيه، حتى لو كانت أقمشة يجب فيها إيش؟ الخمس. وهو ما وجد من دفن الجاهلية، يعني من مدفونهم الذي دفنوه أهل الجاهلية أو دفنه غيرهم من الكفار حتى لو لم يكونوا من إيش؟ الجاهلية. وهذا الشرط الأول، أن يكون مدفون الكفار من الجاهلية وغيرهم. الشرط الثاني أن يكون عليه أو على بعضه علامة كفر، أن يكون عليه أو على بعضه علامة كفر. فإن لم توجد علامة، لو خلا من العلامة يا شيخ أحمد ما الحكم؟ يكون لقطة، يكون لقطة. والواجب فيه الخمس، يعني ماذا نفعل؟ لو كان مثلا وجد من الذهب 100 غرام، يعني ماذا نفعل؟ نقسمه على كم؟ 20 على 5، على 5 أحسنت، على 5. يعني إذا كان 100 غرام فيه 20 غراما، 5 للـ100 كم؟ 20. طيب قال فصل في زكاة الذهب والفضة الآن. وأقل ما له نصاب، ليس للركاز نصاب حتى لو كان يسيرا جدا، يجب أن تخرج خمسه، يجب أن تخرج خمسة. حتى لو كانت أقمشة، نقود، أقمشة، أي شيء. قال وأقل نصاب ذهب 20 مثقالا. نريد الآن أن نحول نصاب الذهب الآن 20 مثقالا. المثقال كم يساوي من غرامات؟ المثقال هو الدينار الإسلامي، وهو 4.25. نضربها في كم؟ في 20. هذا 20 مثقالا، والناتج كم؟ 85 غرام. 85 غرام هذا نصاب الذهب. طيب الآن نريد أن نحول نصاب الذهب إلى قيمته بالريالات. الآن اليوم أنا دخلت على موقع في السعودية يحدث كل نصف يوم قيمة الغرام 155 أو 156، اجعلوها 156. يعني كم نصاب الذهب لو كانت امرأة تريد أن تزكي ذهبها، قالت عندي ذهب، كم القيمة الآن؟ كم؟ أحسن، 13,260. أحسن، 13,260 ريال. يعني إذا كان أقل من ذلك، قيمته أقل من ذلك، فلا تجب عليها الزكاة. ممتاز. طيب الآن ندخل على نصاب إيش؟ الفضة التي هي أحظ الفقراء وهي أهم من الذهب. قال وفضة 200 درهم ليس فيما دون 5 أواق صدقة، في الحديث متفق عليه، والوقية 40 درهما، و40 في 5 200 درهم. الدرهم الإسلامي كم وزنه؟ كم غرام؟ 900 وخمسة وسبعين، 2 غرام
1975 نضربه في كم؟ ها؟ في 200، لا في 200، في 200 كم الناتج يكون؟ 500 جاهز مجهز 595 غرام، 595 غرام. طيب وبالريالات كم؟ الأحظ نريد أن نعرف الأحظ. اليوم قيمته 2.5 ريال، اليوم في السعودية قيمته 2 ريال، قبل ساعة هالكلام، ها بس قليلة كم بس؟ سبحان الله، 1190. يعني الآن لو كان عندك أوراق نقدية تقومها بالأحظ الفقراء بالذهب 13,000، ها، أو بالفضة 1100 وكم؟ 1190، 1190 هذا اليوم. متأكدين؟ والله أنا أشوفها قليلة جدا. 595 في ضرب 2.50، 1000، 1400 وكم؟ 2.5 ريالين ونص اليوم الغرام. طبعا هذه الفضة الخالصة النقية، لا هناك مغشوشة، حتى الذهب العيار 24، 1400 وهذا ريال. هذا طبعا تسجع لي تاريخ اليوم، يعني كل يوم يتغير. نعم، اي اي بالضبط. هذا اليوم التاريخ كم؟ أم القرى 14 1. إذن إذا كان عندك أوراق نقدية تبلغ مثلا 2000 ريال مثلا، نظرنا إلى نصاب الذهب فلا تجب فيها الزكاة، وإن نظرنا إلى نصاب الفضة تجب. والأحظ الفقراء ما هو؟ هو الفضة. قال ويضمان الذهب والفضة في تكميل النصاب، تضم الذهب والفضة وإن كان جنسين إلا أنهما يضمان في تكميل النصاب. والضم هنا يكون بإيش؟ بالقيمة ولا بالأجزاء؟ يكون الضم هنا بالأجزاء، يكون الضم بالأجزاء وليس بالقيمة، وهذا وجوبا بالأجزاء. يعني لو كان عنده 10 مثاقيل، ها، ومئة درهم، 10 مثاقيل أو 15 مثقالا و50 درهما، يعني 3/4 نصاب الذهب مع ربع نصاب الفضة، لا يضم بالأجزاء وإنما بالقيمة وإنما بالأجزاء. قال والعروض إلى كل منهما، لو كان عنده عروض تجارة أيضا قيمة العروض تضم إلى الذهب والفضة، إلى ما عنده، يزكي ما عنده، يزكي ما عنده في البيت أو في البنك، عنده أموال أو نقود مثلا أو ذهب وفضة، وعنده تجارة في بقالة أو دكان، فإنه يضم ما عنده في البقالة إلى ما عنده في البيت ويزكي الجميع. والواجب فيهما ربع العشر، ربع العشر يعني نقسمه على كم؟ على 40. ثم قال وأبيح لرجل من الفضة خاتم. الخاتم بالنسبة للخاتم مذهب عندنا يختلف حكمه باختلاف مادته، يعني لا تقولنا لبس الخاتم سنة عندنا، لا، المذهب عندنا يختلف حكم الخاتم باختلاف المادة التي صنع منها الخاتم. فإن كان من فضة فالحكم مباح وليس سنة، مباح وليس سنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق، وأيضا كما قال العلماء أنه اتخذه ليختم على الخطابات التي أو الكتاب الكتب التي يكتبها. والأفضل أن يلبس بخنصر اليسار، والأفضل أن يجعل فصه مما يلي كفه، يعني داخل هنا، لا يجعل هنا، يجعله هنا. الأفضل أن يجعل الفص هنا داخل ما يلي كفه، ما يلي كفه. الحكم الثاني للخاتم هو الكراهة، سواء للرجل والمرأة، إذا كان مصنوعا من الحديد والنحاس والرصاص والصفر، إذا كان مصنوع من الحديد والنحاس والرصاص والصفر هذا يكون مكروها، مكروها. الحكم الثالث هو الاستحباب إذا كان مصنوعا من العقيق، إذا كان مصنوعا من العقيق.
وهذا ما مشى عليه في المنتهى. وأما في الإقناع فقال أنه مباح، إذا كان من العقيق فإنه مباح. وقد سألنا أهل الخواتيم هل يصنع الخاتم من عقيق؟ قالوا يعني شبه مستحيل أن يصنع من العقيق. فما أدري هل يقصدون هنا أن يكون كل خاتم مصنوع من العقيق أو فصه، يقول فص يأتي عقيق لكن كله يصنع من العقيق، لأن العقيق مثل الرخام، مثل الرخام، ويحتاج إلى آلات دقيقة جدا حتى لا ينكسر. فكل اللي سألناهم يقولون لا يأتي من العقيق، لكن المذهب ينصون على أنه يستحب إذا كان من العقيق. قال والأمر الثاني الذي يباح من للرجل، قال وقبيعة سيف. قبيعة السيف هي ما يجعل على طرف قبضة السيف، ما يجعل على طرف قبضة السيف يباح إذا كان من الفضة. قال وحلية منطقة، حلية المنطقة، والمراد بها ما يشد على الوسط، ما يشد على الوسط، ويجعل في هذا الشد فضة يحل الشد بها. يعني ليست الحلية كلها من فضة، ليست المنطقة أقصد كلها من فضة، وإنما تحل بفضة، يجعل فيها فضة، لكن ليست المنطقة التي تشد على الوسط كلها مصنوعة من الفضة، وإنما الحلية التي عليها يجوز أن تكون من الفضة ونحوه. وحلية منطقة ونحوه. كذلك الخف، حلية الخف يباح أن يحل الخف، ليس الخف من الفضة وإنما يحل من الفضة. ومن الذهب، بالنسبة لل، وندخل في الذهب، البشت الآن، المشارح الآن، هل هي جائزة أو محرمة؟ لعلنا نتكلم فيها. ومن الذهب قبيعة سيف. قبيعة سيف ما هي؟ هي ما يجعل على طرف القبضة، ليست القبضة كلها وإنما الذي يجعل عليها، يجوز أن يكون من الذهب هنا. وما دعت إليه الحاجة كأنف، وما دعت إليه الحاجة كأنف، مثل ما ورد عن الصحابة الذي كسر أنفه فاتخذ مكانه ذهبا. قوله لحاجة كذا في هذه النسخة التي بين يدي، وفي نسخة أخرى التي بدون الشرح لضرورة، وهو الصواب، وهو الموافق أيضا لما في الإقناع والمنتهى والغاية. نأتي إلى البشت الآن، ما حكم لبس البشت المشالح الموجودة الآن؟ هل هي جائزة أو محرمة؟ جميل، يسير يعني تابع وليس مفردا، مع أن الآن القيمة في البشت والمشلح، ها، القيمة كلها على هذا الزري الموجود. أما هذا القماش فقيمته أقصى شيء يعني قيمته 300 ريال أو 400 ريال. القيمة إذا قال لك 2000 أو 3000 مقصود بها هذا الزري، فأنت تقولها أن هذا يسير تابع، يعني هو الذي صار متبوع الآن، هو الذي صار مقصودا، والقماش هو الذي صار تابعا وهو المتبوع. فما رأيكم في البشت؟ إيش؟ السيف؟ إيه طيب. يعني ترى أن البشت، أنت ترى أن البشت يجوز الاستخدام الزري فيه؟ إيه أجل على المذهب يجوز يعني. يا شيخ عمد تبعد في المذهب جيد. هذا إبهام في كل شيء عندك. في اللافظ والحكم طيب احنا نريد أن يسأل أحد الناس عن المادة التي تكون في البشت، هذه الخيوط ما هي، من هي مصنوعة أصلا؟ طبعا البشت الذي قيمته 150 أو 200 هذا يعني تذهب به إلى سوق الخميس. لكن مقصود به البشت الذي عليه الكلام، يعني الذي فيه زري. والأصل أن الخيوط التي في الزري هذه خيوط من الفضة، من الفضة ومطلية بماء الذهب، مطلية بماء الذهب. طيب الإشكال عندنا، هل إذا عرضت على النار يتحصل منها شيء أو لا يتحصل؟ ما رأيكم؟ أنا سألت أهل الخبرة والصناع الذين يصنعون، قالوا إذا عرض على النار يتحصل،
يكون قطعة من الفضة أو يتحول إلى ماء ذهب. والمذهب عندنا أن الذهب الجائز أو الفضة هي التي إذا عرضت على النار تتلاشى تتطاير، أما هذا لا، إذا عرض النار يقول بالعكس، يقول صانع البشت شهريا أو كل بعد فترة يأخذ القصاصات الصغيرة ثم يذهب بها إلى أين؟ إلى الصاغة، يبيع عليهم هذه القصاصات، هذه الخيوط. وهذه الخيوط طبعا أصلية، فيها فرنسي وفيها ألماني، هذا أصلي. والنوع الأصلي الهندي، الهندي هذا ليس بأصلي وليس فيه ذهب، كله مجرد نحاس، يعني لونه كلون الذهب. أما الأصلي عندنا في الأحساء هنا فهو الذي مصنوع من أسلاك من الفضة ومطلية بماء الذهب، وصناعته إما ألماني أو فرنسي فقط، لا يصنع في السعودية ولا في أي مكان، يصنع يؤتى به من ألمانيا، وهذه يتحصل منها شيء لو عرضت على النار. فإذا يعني نخرج بهذا أن البشت والمشلح هذا الذي فيه زري حلال أو حرام؟ ها؟ حرام. طيب أهل نجد يلبسونه وبكثرة، إلا بعض العلماء، الشيخ ابن عثيمين ما يلبسه مع أنه يبيح، الشيخ لكن يبيح على كلام الأخ أنه يكون هذا يسير تابع، يقول أنه يسير تابع، وفي الحقيقة أنه ليس يسيرا، هذا مكلف. أنا سألت أهل، شخص ملتزم يصنع البشوت، هذا مكلف جدا، يعني الزري هذا يكلف يمكن لوحده 1700 ريال الزري هذا، كيف التصنيع الذي يكون وسعر أيضا القماش، قماش إما يعني يكون ياباني أو يكون كوري فقط. فالكلام ليس على القماش الآن ولا على التصنيع، على التصنيع وأيضا على هذه الخيوط، هذه الخيوط. إذا نخرج من هذا أن البشت الذي يلبس الآن الأولى خروجا من الشبهة، ها؟ الأولى عدم لبسه. الرواية الثانية في المذهب التي اختارها شيخ الإسلام والذي يعمل بها بعض العلماء أنه يجوز يسير الذهب، لكن أنا أقول حتى على هذه الرواية هذا ليس يسيرا، لأن يقول هذا الصانع 17 لفة، يأتي ب 17 لفة، لفة 17 لفة يتجعل في الزري هذا، واللفة ب 90 ريال واضرب، يعني هذا يقول أقل شيء 17 إلى 20 لفة، وهذا شيء كثير. اللفة هذه أسلاك من إيش؟ من الفضة. وهذه القصاصات يقول إذا انتهى يذهب بها للصاغة ويبيعها عليهم فيتحصل منها. فإذا نقول أن هذا البشت لبسه محرم، والأولى الإنسان يتورع على عن مثل هذه الأمور ويلبس ها بشت بريسم. بريسم طبعا بريسم هو عندنا الفقهاء يسمونه اللي هو الحرير، لكن هم يسمونه بريسم، يعني ما أدري شبيه بالحرير أو ما أدري، بريسم يعني بدون زري، وهو رخيص يعني جدا. أو تأخذ من هذا الرخيص السوري هذا 150 أو 120. قال وللنساء منهما من الذهب، يباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه، ما جرت عادتهن بلبسه، ولا يتقدر بمقدار معين. وأما إذا لم تجري العادة بلبسه فإنه يكون محرما. النظارة الآن إذا كانت مصنوعة من الذهب هل يجوز للمرأة أن تلبسها؟ الساعة المصنوعة من الذهب هل يجوز الآن المرأة أن تلبسها؟ ها؟ هذا من العادة، لأن الآن إلى الآن في الأسواق تباع الساعات من الذهب 20-25 ألف. لكن النظارات هل رأيتم أحد؟ أكيد إحنا لم نرى طبعا، لكن بالنسبة للتجار والأمراء مثلا هل من عادتهم يلبسوا أن يلبسوا النظارة من الذهب؟ الشيخ منصور نص على النعال المذهبة، نص أنها محرمة، لأنه ليس من العادة أن يلبس النساء في زمنه النعال المذهبة. ذلك يقول الشيخ رحمه الله في الكشاف وظاهره أن ما لم تجل العادة بلبسه كالنعال المذهبة لا يباح لهن، لا يباح لهن. إذا النساء يعني يرجع فيما يباح لهن ذهب فضة إلى العادة والعرف، إن جرت العادة والعرف أن النساء يلبسون ذلك جاز، وإلا فلا، وإلا فلا. قال ولا زكاة في حلي مباح، الحلي المصنع للزينة أعد لاستعمال المرأة إذا عدت الحلي الاستعمال، أو عارية تعيره،
وتعرفون المسألة هذه فيها خلاف كبير جدا بين الجمهور في الحقيقة وبين يعني بعض العلماء. وتعرفون رأي الشيخ محمد والشيخ ابن باز يرون إيش؟ يريان أن الزكاة في الحلي المعد للاستعمال واجب، يرون أنه واجب، والمذهب ورأي الجمهور أنه ليس بواجب، وهو الصواب لفعل كثير من الصحابة أنه لا، يعني الحلي المباح مثل الفستان ومثل السيارة التي يستعملها الإنسان. وهل السيارة تزكى؟ هل الثوب يزكى؟ هل الشماغ يزكى؟ إذن الحلي هذا يكون مثل الزينة فلا يزكى. وهناك أدلة طبعا مسألة فيها صراع طويل. قال ويجب تقويم عرض التجارة، دخل في عروض التجارة الآن. عروض التجارة المراد بالعرض بإسكان الرهوة ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح، بإسكان الرهوة ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح، بالأحظ. ويجب تقويم عرض التجارة بالأحظ للفقراء منهما. طبعا ذكرنا في السابق أن عروض التجارة لا يجزي إخراج الزكاة من إيش؟ ها؟ من عينها، لأن الزكاة واجبة في قيمتها وليس في أعيانها، فلا يجزي إخراج الزكاة منها. ونمضي إلى قيمها بالأحظ الفقراء من الذهب والفضة. ها؟ ما هو الأحظ الفقراء الآن؟ ها؟ الفضة. يعني إذا وصلت قيمتها 1487 ريال فأكثر وجبت فيها الزكاة، وإلا فلا تجب. قال وتخرج من قيمته، لا يجوز ولا يجزى، لا يجوز ولا يجزى أن تخرج من أعيان هذه العروض. يعني لا يأتي بمثلا مناديل من البقالة ويخرج 1000 ريال مثلا، واجب عليه 1000 ريال ويخرج مناديل وكراتين بيبسي ها. أما على الرأي الآخر ورأي الشيخ الإسلام وما يعني يراه الشيخ ابن عثيمين أنه يجوز، والأولى أنه يجوز للحاجة. إذا كان هناك حاجة مثلا فإنه يجوز، وإلا فلا يجوز. إذا كان فقير مثلا سيأخذ الأموال ويصرفها وينفقها مباشرة على غير أهله يخشى من، فهذا يذهب له بمؤنة بقيمة ما عليه من الزكاة، وهذا على غير المذهب. أما المذهب فلا بد من الإخراج من القيمة من الأوراق النقدية. يعني الآن شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة، أول شرط الأول أن يملكها بنية التجارة، أن يملكها بنية التجارة. الشرط الثاني أن يملكها بفعله، أن يملكها بفعله بدكان يفتحه، مشروع يفتحه. أما إذا ملكها بغير فعل كالإرث، ها لو ورثت من أبيك عروض تجارة بقالات، هذه لا تجب فيها الزكاة، لا تجب فيها الزكاة، ليست عرض تجارة. الشرط الثالث أن تبلغ قيمتها نصابا. والدليل على وجوب الزكاة في عرض تجارة قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ويقولون مال التجارة عم الأموال فتكون بدخول. طبعا تعرفون الخلاف القوي الآن ما ليس قويا في الحقيقة، وإنما كما قال الشيخ الإسلام أنه خلاف شاذ. الآن رأي بعض العلماء أنه لا تجب الزكاة في عروض التجارة، وهذه كارثة، لأن العالم الآن كله يعني الآن السائمة تقريبا تكاد تتلاشى، ها، والذهب والفضة لا يوجد، كل العالم ماشي الآن على عروض التجارة. فإذا لم نوجب الزكاة في عروض التجارة فلم يبقى شيء للفقراء، لم يبقى شيء للفقراء. وتعرفون أحد العلماء الآن يرى أنه لا تجب فيه، وهو خلاف شاذ كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. وإن اشترى عرضا بنصاب غير سائمة بنى على حوله، إذا اشترى عرضا يعني للتجارة بالمقابل الذي دفعه نصاب ليس من السائمة، نصاب من النقود مثلا أو من الذهب والفضة أو من العروض غير سائمة بنى على حوله. لكن لو اشتراه بالسائمة هل يبني على حوله؟ ها؟ لماذا؟ لو اشترى عنده 40 من شاة من السائمة واشترى به مثلا وبدأ الحول عنده 6 أشهر ثم اشترى به بقالة مثلا، ها؟ اشترى بهذا النصاب بقالة، هل يبني على الحول ولا يستأنف حولا جديدا؟ يستأنف حولا جديدا، يستأنف حولا جديدا.